السداسي 10، طريقة التحويل من نظام السداسي 10 إلى باينري. هناخد مثال الـ A، من مثال السداسي 10 هنحول A دي النظام العشري، ومن العشري نروح للنظام الثنائي. طيب اتفقنا إن احنا نحول أي حاجة لعشري، هو إن احنا ناخد أول حاجة نكتب الـ weight اللي هو 16 أس 0، بعد كده نضرب الرقم بتاعنا الـ A في الـ weight بتاعه اللي هو 16 أس 0، يعني يساوي 10 في 1، يعني يساوي 10 بالنظام العشري، 10 بالنظام العشري. والعشرة عايزين نحول النظام الثنائي، ممكن نستعمل طريقتين، أو الطريقة اللي هي القسمة اللي هي 10 على 2، ونقعد نقسم، ولو طلع كسر نحط 1، لو طلع عدد صحيح يبقى نحط 0 في الريمايندر. أو طريقة تانية إن احنا نقول 1 2 4 8 ونجمع الرقم بتاعنا من دول، كل مرة يعني نزود 2 حسب الرقم، نضرب في 2 يعني 1 2 4 8 16 32 وهكذا. ايه بناخد، بنمشي من هنا من الواحد ونحط الواحد عند الأرقام اللي هتجمع 10، واحد عند التمانية، واحد عند الاتنين، والباقي أصفار، يبقى ده هو بيمثل رقم عشري، حيث إن 2 أس 0 بواحد، و2 أس 1 باتنين، و2 أس 2 بأربعة، و2 أس 3 بتمانية. أوكي، فإذا هو ده الرقم بالثنائي 1 0 1 0، ودي طريقة التحويل من نظام السداسي 10 إلى النظام الثنائي. طيب ناخد مثال كمان، ناخد مثلا البي ونشوف هنحولها ازاي. طيب حرف البي عايزين نحوله من نظام السداسي 10 إلى النظام الثنائي. حرف البي أهو، نحط الوزن الأولاني اللي هو 16 أس 0، ناخد البي نضربه في وزنه في 16 أس 0، يعني 11 في 1 يعني بتساوي 11، 11 يبقى 11 بالنظام العشري. 11 في النظام العشري ممكن نحولها للثنائي، نحن نقول 1 2 4 8 16، نجمع الرقم من الخانات دي فيبقى 8 2 10، 1 11، والباقي يبقى 0. أوكي، يبقى الرقم بتاعنا هو عبارة عن 1 1 0 1، ولو جيت بصيت حتى في الجدول هتلاقيه برضو هو 1 1 0. والطريقة التانية طبعا التحويل من نظام العشر الثنائي احنا شرحناها قبل كده، فحابب تتفرج عليها ممكن تتفرج على الفيديوهات السابقة، التحويل من نظام العشر الثنائي والعكس. ده كده الدرس الـ11، وبالمرة لو عايزين نحول باينري تو هيكسا، احنا قلناها قبل كده ان احنا بنجمع كل 4 ارقام، يعني مثلا نشوف كده مثال مع بعض. اوكي، علشان نختم فكرة التحويلات كلها، عايزين نحول from binary to hexa. اوكي، binary to hexa decimal. اوكي، عندنا رقم مثلا في الباينري، اختار اي رقم من هنا مثلا، say مثلا الرقم ده، رقم ده binary 1 0 0 0. في الهكسا ديسيمال هو عبارة عن 8، فاحنا بنجمع كل 4 ارقام ونحط تحتها ديجيت واحد هكسا ديسيمال. اوكي، طب لو عندي مثلا ممكن تجمع الارقام دي مع بعض، يعني مثلا تقول 0 0 0 1 وتسيب مسافة كده، تكتب 1 1 1 1 تسيب مسافة كمان 1 0 1 0 مثلا. رقم زي كده بالباينري هو طبعا بيتحط كله على بعض، فانت ما بتلاحظش يعني، لكن هو في الاساس انك تسيب كل 4 خانات بتجمع رقم، كل 4 خانات بتجمع رقم. فاول رقم هو عبارة عن 8، تاني رقم عبارة عن 15 اللي هو اف، تالت رقم هو عبارة عن 5. يبقى الرقم بتاعنا في الهكسا ديسيمال هو عبارة عن 5 اف 8،
وكده احنا انتهينا من الشابتر الاولاني، كل التحويلات كل الافكار، وده يعتبر سؤال اساسي في اي امتحان لوجيك سواء كان ميد تيرم او فاينل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.